نتعرف بحضرتك. دكتورة أمينة، حضرتك حضرتي النهاردة معانا ورك شوب بعد حضورك للدورة الرئيسية مع البروفيسور توماس أرمسترونج والبروفيسور دينيل ياسكوسكي. النهاردة حضرتي مع خدمة عملاء ميديكس من خلال عضويتك في الـ MCI. عايزين نعرف إيه رأي حضرتك في الورك شوب اللي حضرتيه النهاردة؟ مع ليني لاسكوسكي. اها، ايه راي حضرتك في الورك شوب اللي تابع الدوره اللي حضرتيه النهارده على مدار الثلاث ايام اللي فاتوا؟ حقيقي يكمل المشروع الاول، وبصراحه انا ارى احترافيه عاليه جدا في اداره التدريب وفي خدمه المتدربين بعد الدوره. هذه خدمه العملاء، خدمه ما بعد البيع. اها. فبالنسبه لي شخصيا يعني كان هذا هدفي من دخول اصلا دوره مدرب محترف. طبعا ناقشت مع الدكتور ايمن في الاول، انا مدربه واحتاج جديده في قطر واحتاج الى مركز محترف، ناس محترفين يساعدوني فاني ادخل للسوق ويسوقوني. حقيقه اليوم كما سمعت يعني اعلنت في اخر مع الدكتور مصطفى، اليوم اشعر انني حصلت على الفائده التي من اجلها دفعت المبلغ. اكثر الحاجات اللي استفدتيها ايه من خلال الثلاث ايام اللي فاتوا في الورك شوب؟ الاول والثاني مش غريب عليا، يعني انا مدربه من 8 سنين. مدربه مدربين يعني حلو، بس اخذت تجربه ناس ثانيين طبعا، يعني دائما الانسان مشرك ياخذ شيء جديد. الجديد اليوم هو الجديد عليا من برا. يا ترى ايه اللي استفدتيه النهارده؟ برا لانه لحد الان لو يمكن لو بحثت في الانترنت، رغم اني عندي خبره كبيره ودربت على مستوى البرلمان ومستوى وزاره الداخليه في المغرب، مستوى يعني واشتغلت مع يعني منظمات غير حكوميه يعني عالميه مثل برنامج الامم المتحده ومثل USAID يعني. لكن ما عندي ولا اثر على الانترنت على المواقع. ربما لان طبيعه العمل كان لجهات معينه وليس من حقي ان انشرها. لكن انا لم ادخل اصلا لانني والله لا اعرف هذا المجال كثيرا، وبقيت يعني اسوي سافعل ولم اتواجد لحد الان لا في اليوتيوب ولا في الفيسبوك. في الفيسبوك عندي صفحه يعني لا افعلها بالمره، والمنصات الجديده هذه والعالم الجديد، انا شعرت بانني دخلت عالم جديد كنت اجهله بالمره. فبصراحه متحمسه جدا واشعر انني ساعمل نقله في حياتي كمدرب. ما شاء الله ما شاء الله، يعني كل اللي حواليا الناس اللي يعني المتدربين اللي معايا يعني اكثر يعني تعدوا 1000 و2000 يقولون اين موقعك؟ اين صفحتك في الفيسبوك؟ يا ترى ايه رايك حضرتك في خدمه العملاء في شركه ميديكس امس؟ بصراحه انا قلت احترافيه عاليه بصراحه، يعني الاحترافيه مش فقط في بيع المنتج في الاول. تعرف انت تعرف جديه ومصداقيه الشركه كيف تسوق في الاول قبل ان تاخذ قبل ان تشتري، وما هي الوعود وماذا تبيع لك ثم تحصل على الخدمه وعندك تقيم هل حصلت فعلا على ما قيل صراحه لا اكثر. النصايح اللي بتقدميها للناس اللي لسه ما حضرتش دورات مع ميديكس انترناشونال؟ والله يدخل يحصلون على هذه الدوره ومن ضمن عيونهم ويدفعون، ويجب ان يتوقعوا ان يحصلوا اكثر مما يدفعون. يعني صراحه غاليه يعني الامارات، ولكن تستحق. اشكرك. الان بما حصلت عليه ليست غاليه بالمره، ولسه في حاجات ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله نتواصل مع بعض. شرفت ان شاء الله. شرفنا بك. شرف. شكرا يا فندم. شكرا.